تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 71 من سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. طبعا القرآن الكريم يتابع الحديث عن النفاق وما يقابل النفاق في المجتمع، حيث كانت الآيات السابقة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، و أتم الله سبحانه وتعالى الآية بأنه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. المقابل الآن، المقابل هو وصف النعيم وما وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات، ولا شك بأن الوعد هو بشارة بخير مستقبلي، ولا يستقيم ميزان الحياة على الإطلاق إلا بين الوعد والوعيد وبين هذه الضوابط. فدولاب حركة الحياة هو بين الوعد والوعيد، بين بيان الجزاء وبيان الثواب. إذن مبدأ الثواب والعقاب تنتظم به كما أقول دولاب حركة الحياة. فإن اختل هذا الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد، أي كفئ الذي لا يعمل وعوقب الذي يعمل، فسد الكون. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه، بل لابد من الوعد لكي يتم الاجتهاد والعمل، ولا بد من الوعيد قبل أن يرسب الابن مثلا أو يضيع مستقبله. فلا ننتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك نتوعد الإنسان. فإذا الوعد والوعيد هما اللذان يزنان حركة الحياة، ويصير المجتمع إذا لم يكن هناك وعد ووعيد بارعا في النفاق والرياء وضياع الحق. فإذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالجنات، الجنة تطلق على البستان والأماكن الجميلة التي تملأها الأشجار والزهور، وهذه عامة للمؤمنين يتمتعون بها جميعا. وهذا هو مع تعريف جنة، من جنة سترة من كثرة الأشجار. يتابع المولى ومساكن طيبة في جنات عدن. إذن هذه المساكن زيادة على الجنة، وهنا وعد من الله لكل مؤمن بجنة خاصة بمفرده يكون له فيها مسكن طيب ومساكن طيبة، ليس فيها ما يسيء، هي معنى طيبة، أو يضايق، بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة. وطبعا كما نقول الجنة هي خضرة وزرع وإلى آخره، مع أن المولى سبحانه وتعالى بيّن فيما يتعلق بالجنة بأنه قال مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني ليست هي بدقة ما تعتقده أنت في هذه الدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الجنة فيها، عندما وصف الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر أو على قلب بشر. طبعا هنا نتوقف قليلا، الكلمات توضع لمعاني، لمعاني معلومة والأسماء والمسميات. فألفاظ اللغة لابد أن توضع لمعان مرت على العين أو مرت على السمع أو مرت على الخاطر. فقبل أن يخترع التلفزيون مثلا لم يكن له اسم، إذن فلا يمكن أن يكون هناك اسم إلا إذا كان هناك وجود أولا، ولكن قبل الوجود لا يكون هناك في اللغة ما يعبر عن شيء غير موجود. الجنة موجودة، لكن لا يمكن لإنسان ولا يمكن لبشر
طالما أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن يصف هذه الجنة. فإذا الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود الشيء، وهذه مهمة المجامع اللغوية في العالم. فالأشياء توجد ثم تجتمع هذه المجامع لتختار لها اسما، وتكون اللغة عاجزة تماما عن أن تعبر عما في جنة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن الصورة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام إن اللغة قاصرة، قاصرة حتى عن تحديد معنى الجنة. لذلك قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. وقلنا طبعا كلمة جنة من الستر والتغطية، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وكذلك قول الحق سبحانه ومن من خاف مقام ربه جنتان، من الإنس له جنة ومن خاف مقام ربه من الجن له جنة. إذن اتفقنا على أن اللفظ لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجودا أولا. ومن يستطيع أن يأتي بلفظ لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر مستحيل، لأن المعنى غير موجود. لذلك مثل الجنة التي وعد المتقون. والبعض الذين يقولون حور عين ويقولون يتحدثون بهذه الأمور، كل هذه الأمور كيف تتحدثون بأمر لا يمكن أن يخطر على قلب بشر وليس له معنى في اللغة، والعلم هو عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ننضبط بما قال الله وبما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله وما قاله، طالما لأن بالنسبة لنا كمؤمنين فنحن الإيمان هو تصديق، نحن نصدق كل كلمة تأتي في القرآن الكريم أو قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونكتفي ونقف عند هذا الحد في كل أمر غيبي يتبع المولى خالدين فيها. إذن الخلود ليس موجودا في الدنيا، فقد تزول عنك النعمة وتذهب المتعة، كأن تصاب بكارثة مالية مثلا أو تخسر خسارة كبيرة في تجارتك أو تكون صحيحا فتمرض. ففي الجنة لا تفارق النعمة ولا تفارقك النعمة، لأنه ليس هناك أغيار وليس هناك موت. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. طبعا يقول لك سماوات الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في سورة إبراهيم. فإذا أرض المعاد تختلف عن أرض المعاش. وكلمة عدن التي ورد جنات عدن العين والدال معناها الإقامة، وعدن في المكان وعدن في المكان أي أقام فيه. إذا فهي جنات إقامة، لأن هناك فارقا بين أن تسكن في فندق مثلا أو في مكان مؤقت وبين أن تقيم خالدا. ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والحق سبحانه وتعالى يتجلى عند ورضوان من الله أكبر. فإذا هذا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بعد في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فإذا يتجلى الحق على أهل محبوبيته فيقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن هناك شيء أكبر من هذا كله في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالفوز العظيم هو الرضوان من الله أكبر، والنظر إلى وجه الله ورضا من الله رضوان، وهو مصدر الرضا عن المؤمنين. يتابع المولى سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طبعا نقف هنا أولا عند كلمة أيها النبي. قلنا سابقا عندما مرت معنا بأن الله سبحانه وتعالى خاطب كل الأنبياء بأسمائهم، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم كرمه وقال يا أيها الرسول يا أيها النبي فقط. طيب يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح إنه ليس من أهلك،
يا إدريس، يا صالح، يا كذا، دائما بالأسماء، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط كذا، يا إذن كل الأنبياء، يا موسى إني اصطفيتك ورسالتك، كل الأنبياء بالاسم، إلا النبي فإنه يقول يا أيها النبي، وهذا تعظيم وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يطلب الحق؟ طبعا هنا لنفرق بين فهم التكفيريين والإرهابيين وأعداء الدين أيضا والذين يريدون أن يشككوا بالدين. شفتوا يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، قوموا إلى الجهاد. طبعا هذا كلام مردود عليه، مردود عليه بتعريف التكفير وبتعريف الجهاد. فعندما يقول المولى سبحانه وتعالى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار المنافقين ومن اتبعوهم بين أئمة الكفر والفساد في مجتمع المدينة ذلك الوقت، أي اصمد أمامهم في معاركهم التي يشنوها عليك. وجاءت هيك معناتها، وجاءت الكثير من الآيات يأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر على الجهاد والمجاهدة، والجهاد هو بذل الجهد وليس هو الجهاد هو رفع السلاح كما يعتقد البعض، وإنما هذا الجهاد القتالي، يعني بيكون هو الجهاد القتالي ومحدد برد العدوان، وهذا قلناه ونعيده ونكرره في كل مرة. فالمولى سبحانه وتعالى يقول اصبروا، فبالصبر تساوت الكفتان، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اصبروا وصابروا. أما المنافق فإنه عدو صعب لأنه يغشنا فلا نأمنه، رغم أن النفاق في حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل قوة، دليل قوة، لأن هذا المنافق ينافق لأنه يشعر بأنه أضعف من القوي. طبعا اختلف الحال بعد أن هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة، والمنافق اللي ظهرت حركة النفاق في المدينة. لماذا؟ لأن كان المؤمنين أصبحوا في حالة من القوة. وقدم المولى سبحانه وتعالى طبعا إيمان زائف وإيمان مغشوش المنافق، ودائما يقدم المولى سبحانه وتعالى المنافقين على الكفار كما نعلم. فقد حدث أولا مع الكفار في أول الدعوة لم يوجد هذا الصنف المنافق، والمولى سبحانه وتعالى دائما الجهاد يكون بالحجة والبرهان وبذل الجهد، وكانوا قلة، وكل شيء نافع في الكون معروف من الذي اكتشفه أو صنعه أو اخترعه. وهنا نحن المولى سبحانه وتعالى عندما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، وعندما أمره بالرسالة أمره فقط بأمر واحد، أولا أنه لا إله إلا الله، بأن هذا الوجود له واجد. وهكذا كانت الأسس كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في البدء. وطبعا من المعروف بأن إذا إنسان اكتشف أي اكتشاف مثلا مصباح الكهرباء، نمجد دائما أديسون ومخترع المصباح، هذا مصباح الكهرباء ينير حجرة محدودة. فعندما ترى الشمس، من أوجد الشمس التي تنير نصف الكرة الأرضية في نفس اللحظة، سواء في الضوء أو في خصائص هذا الضوء أو في دقة الصنع، فهي لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية على الضوء، ولا بد أن يكون صانعها له من القوة ما يتناسب مع عظمة هذا الخلق. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغنا أن الله هو الذي خلق الشمس، هذا هو جهاد الحجة والمنطق، حيث يقتنع العقلاء بالمنطق. فإذا فشل جهاد الحجة فيقول الله سبحانه وتعالى واغلظ عليهم، في ما معنى واغلظ عليهم؟ وبماذا يغلظ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يغلظ لإيضاح المصير الذي ينتظرهم. وكل كافر هو عابد للدنيا ويخاف أن تضيع منه هذه الدنيا، فإذا أنذرهم، أغلظ عليهم، أنذرهم بالعذاب الذي ينتظرهم. فإذا هذا الأمر ليس كما يعتقد البعض. فعندما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الكفار والمنافقين، أي بالبرهان والإقناع والحجة، وإن حاول أحدهم أن يعتدي
يرد العدوان. لذلك قال تعالى بعد ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فإذا العقوبة تحمي المجتمع وتحمي المجتمعات من أن تنتشر فيها الجرائم. فكل دولة وكل مجتمع لابد أن تكون فيه عقوبات وأن يسن قوانين، وهذه القوانين تردع المجرمين، وهذا أمر طبيعي. يتابع المولى سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. طبعا الحلف بالنسبة للكاذب للمنافق، يحلفون أنهم ما قالوا بلسانهم، فإسلامهم إسلام ادعاء. وهذا في غزوة تبوك. غزوة تبوك طبعا الروم كانوا على حدود المدينة المنورة، وقدم المنافقون الأعذار الكاذبة، تخلفوا عن هذه الغزوة. هناك رجل اسمه الجلاس تخلف عن القتال، فعندما تخلف عن القتال فقال: صدقا نحن شر من الحمير. هنا قال عمر بن قيس الأنصاري: لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم شر من الحمير، وأنت يا جلاس شر من الحمار. وهنا قام عدد من المنافقين يفتكوا بعمر بن قيس الأنصاري، لأن الجلاس كان من سادة قومه. وذهب عمر بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فاستدعى رسول الله الجلاس وسأله عن الخبر، فحلف بالله أن كل ما قاله عمر بن قيس لم يحدث، وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حلف بالله. وهنا رفع عمر بن قيس يده إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تصديق ما قلت وتكذيب هذا الكاذب المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. نزلت الآيات: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، لأنه هذا الكلام اللي قالوا أمام الجلاس قالوا أمام قيس. وهكذا حسمت هذه الآية الكريمة الموقف وأظهرت من هو الصادق ومن هو الكاذب فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس. فقال سبحانه: وهموا بما لم ينالوا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون عنه وما قاله عامر. وهم قالوها ذلك أن المنافقين كانوا قد تأمروا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة، والعقبة هي مجموعة من الصخور العالية التي تعترض الطريق، فيتحايلون على اجتياز هذه العقبة بأن يعبروها أحيانا من أنفاق منخفضة وأحيانا كذا إلى آخره، ودبروا أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الصخور فيسقط في الوادي. ولكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان يسير خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه للمؤامرة فهرب المنافقون، وهكذا لم ينالوا ما يريدون وتآمروا على قتل عامر بن قيس، نقموا أي كرهوا طبعا. وهنا: وما نقموا إلا أن أغناهم الله من أغناهم الله ورسوله من فضله، أي كرهوا. والغنى كما نعلم أمر لا يكره، ولكن وروده هنا دليل على فساد طبعهم وعدم الإنصاف في حكمهم، لأن الغنى والأمن الذي أصابهم ليس عيبا ولا يولد كراهية، بل كان من الطبيعي أن يولد حبا وتفانيا في الإيمان وحبا لرسول الله وليس تأمرا عليه. هل تكرهوه وقد جاءكم بالغنى والعزة؟ فإذا كل ذلك جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمع. فعندما هنا أقف: أغناهم الله ورسوله من فضله، جمع كلام البشر أن يقال الله ورسوله من فضلهما، صح؟ من فضلهما، ما من فضله،
ولكن قرأ من فضله، لأن الله لا يثنى مع أحد، لا يثنى الله مع أحد حتى ولو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أحد الخطباء كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خاطبا يقول: من أطاع الله ورسوله فقد نجا، ومن عصاهما فقد هلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. لماذا؟ لأنه جمع تثنية بين الله ورسوله. قل: من يعصي الله ورسوله فقد هلك. لا تجمع مع الله أحدا ولا تثني مع الله أحدا. إذن أغناهم الله ورسوله من فضله، لا يجمع مع الله أحدا من فضله، لأن فضل الله هو منسحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل الأصل لله. فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل فهو من فضل الله. إذن إذا جاء اسم الله فلا يثنى معه أحد. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، فتح لهم باب التوبة، ولم يعني المولى سبحانه وتعالى لم يحذفهم من الرحمة، فتح باب التوبة. وهي فتح باب التوبة رحمة للمجتمع، لأنها لا تدفع المجرم إلى الاستشراء في إجرامه، بضل في عنده باب ممكن نهاية. فإذا وتاب الجلاس وحسن إسلامه، تاب بعد ما فعله مع عمر. يتابع المولى سبحانه وتعالى، ومنهم من عهد هاي المناهم اللي قلنا عنها، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طبعا الكثير عهد الله من المنافقين، كان في حاطب بن أبي بلتعة، وهناك رجل فقير من الأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني فقير وشديد الإملاق، فادعوا الله لي أن يوسع علي في دنياي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فعاوده وقال: ادعو الله لي يوسع علي. فدعا له فوسع الله عليه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لثعلبة أو للجد بن قيس أو لحاطب بن أبي بلتعة، استجاب الله لدعاء رسوله، وأعطى الله من سأل الدعاء مالا وفيرا. وقالوا: لقد تكاثر مال ثعلبة وكانت ثروته من الأغنام، قد تناسلت حتى ضاقت بها شعاب المدينة، فهرب بها إلى أعلى شعاب الجبال وإلى الصحراء الواسعة فامتلأت، فشغلته أمواله أول ما شغلته عن الصلاة، وأصبح لا يذهب إلى صلاة الجماعة مع المؤمنين إلا فقط يوم الجمعة. فلما كثرت أيضا شغلته عن بقية الصلوات وعن الاجتماع مع المؤمنين، وذلك تصديق لتنبؤ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومنطق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا: إنه في شعاب شغله ماله. فقال: يا ويح ثعلبة، وأرسل إليه عامل الصدقة، لأن ثعلبة قد عهد الله وقال: لئن آتانا من فضله لنصدقن. فذهب عامل الصدقة إليه، فلما قال له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك، قال: أهي أخت الجزية؟ وأنا نقف كمان أيضا لله. وذكره عامل الصدقة: أنت الذي عهدت، وأنت الذي عهدت الله سبحانه وتعالى بأنك تصدق وأن تكون من الصالحين، فما لك لا توفي بعهدك؟ رد ثعلبة على عامل الصدقة: اذهب حتى أرى رأيي. إذن هو قد عهد الله ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له وكثرت أمواله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ثعلبة. فلما علم ثعلبة أن القرآن قد نزل به زعج، وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الزكاة، فلم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأخذ يتردد عليه للقبول فلم يقبلها. لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن يثبت أن الله عندما جعل في هذا الكون من الفقراء فإنه فرض لهم في أموال الأغنياء ما يسع هؤلاء الفقراء. إذن هذه القضية هي المتعلقة بسبب نزول هذه
الآيات. طبعا وكلمة لئن آتانا من فضله، كلمة لئن قسم، وهي صورة العهد، فكأنه قال أقسم بالله إن آتاني الله مالا لأفعلن كذا وكذا. فإذا قسم من وجود الله، في جواب القسم لنصدقن، والصدقة هي الصدقة الواجبة هنا أي الزكاة، لنكونن من الصالحين أي نزيد في التطوع والمروءة والأريحية وكل ما يدل على صلاح. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هنا يجب أن نبين لله عطاءان، عطاء الأسباب وعطاء الفضل. وعطاء الأسباب يتمثل في أن يجد الإنسان في أي عمل من الأعمال ويجد ويعمل ويكدح، فيعطيه الله ثمرة عمله مؤمنا أو كافرا، طائعا أو عاصيا، للجميع هذا حق، إذا هذا عطاء الأسباب. ولكن الله سبحانه وتعالى يستر عطاء الفضل في عطاء الأسباب، ويبارك في سبحانه وتعالى مثلا ببيع محصول، ويبارك في رزق منه، فلا يصرفه الإنسان فيما يضيع على مرض أو على شيء فيذهب هذا المال. وهذا إذن عطاء الفضل، عطاء الفضل أن يجعل فيه بركة. عطاء الأسباب عام للناس جميعا، وعطاء الفضل هو خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة وامتثالا. وهنا زاد الله عما تعطيه الأسباب بفضل الله، فالتكاثر الذي حدث في أغنام ثعلبة لم يكن تكاثرا بالأسباب فقط، بل فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب. بخلوا، البخل ما هو البخل؟ هناك في اللغة أسماء الامتناع عن العطاء، فمنها فهناك بخل وشح وكزازة، كلها أسماء للامتناع عن عطاء شيء. فإذا هذا يتبين معنا هذه الآية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.